رحلة الطيران لنيوزيلندا هي واحدة من أطول رحلات العالم، فلو أنت جاي لازم تخطط للرحلة دي كويس، فتعالوا ندردش شوية عن إزاي تخطط لها. رحلة طيران لنيوزيلندا هي واحدة من أطول رحلات طيران في العالم، فلو أنت واخد رحلة متصلة على الأغلب مش هتقل عن 17 ساعة، ولو هتاخد ترانزيت فالرحلة بين كل ترانزيت مش هتقل عن 9 أو 12 ساعة، ده غير إن الترانزيت ممكن يوصل ل 15 و 20 ساعة. لو أنت بتحجز تذكرة طيران لازم تكون واخد بالك من الموضوع ده كويس جدا، ولازم تقرر وتشوف أنت أنه واحد من الشخصين اللي جايين دول. فلو أنت الشخص الأول اللي مش بيحب يقعد فترة طويلة في السفر، فهتحاول تدور على أطول مدة طيران متصل وأقل ترانزيت. فلو أنت طالع من مصر أو من أوروبا فهيكون افضل حاجه بالنسبه لك طيران الامارات، لان انت هتسافر من بلدك لدبي ومن دبي لاوكلاند مباشره. يعني من مصر لدبي بتاخد 3 ساعات تقريبا، وبعدين بتاخد لك ترانزيت صغير هناك، وبعدين 17 ساعه من دبي لاوكلاند. ولكن من المعروف ان رحله طيران الامارات تعتبر من اغلى الرحلات، ففي الحاله دي انت لازم برضو تراعي كمان الساعه. وانا شخصيا بفضل الحل الاول لو انا مسافر لوحدي من غير اسره، انا بحب انجز، بحب اركب اطول فتره طيران بحيث ان انا هوب اوصل هناك انام بقى براحتي. اما بقى لو انت الشخص الثاني اللي مش عايز يركب فتره طيران طويله ويحب يقطعها، او لو معاك اطفال ومعاك اسره فالعيال بقى يحتاجوا يخشوا الحمام ويغيروا والكلام ده كله، فانت هتدور على اطول فتره ترانزيت باعلى مميزات شركه طيران ممكن تقدمها لك. ففي الحاله دي هتاخد بقى الطيران التركي، الطيران الماليزي، الطيران العماني او اي طيران تاني، مش هتاخد طيران الامارات. النقطه الثانيه بقى، فانت لو هتنزل ترانزيت فلازم تعمل حساب فندق ترانزيت، سواء اذا كنت هتاخده على حسابك او شركه الطيران هي اللي هتديه لك. بعض شركات الطيران بيوفروا لك فندق جوه المطار، وبعضهم بيعملوا لك فيزا ترانزيت لمده 24 ساعه او 48 ساعه على حسابهم، وبيطلعوك بره في فندق تبعهم. في كل الحالات حاول على قد ما تقدر ان انت ما تدفعش ثمن الفندق والفيزا دول، وده بانك تتصل بشركه الطيران وتسالهم، تقول لهم انا هنزل ترانزيت مدته 13 ساعه او مدته 15 ساعه في مكان معين، فايه المميزات اللي انت هتديهاني، ولو مش هيدوها لك هيحسبوها لك بكام. الهدف الاساسي من الترانزيت انك بعد رحله طيران مثلا لو مسافر من مصر لمسقط بتبقى مرهق، وعاده الرحله دي بتكون بالليل، فبتوصل بالليل فبتبقى هتموت وتنام، وساعتها بقى بزنس الفنادق اللي جوه المطارات بيشتغل. يعني انت ممكن تروح تاخد اوضه، هتلاقي تكلفه الاوضه دي لو هتحجزها في ساعتها هتبقى غاليه جدا، فانت حتى لو الطيران مش بيوفرها لك لازم تعمل حسابك وتحجزها من قبل كده. والجميل بقى في موضوع الترانزيت ده انك هتنزل تاخد دش، هتغير، هتنام لك 3 4 ساعات، ومعاك عيال صغيره هيكونوا بهدلوا نفسهم في الرحله اللي فاتت، فمحتاج تغير لهم، محتاج تدخلهم الحمام، يعني كل ما له علاقه بالاطفال هيبقى محتاج في الترانزيت ده ان هو يكون عنده اوضه مقفول عليه. وكمان هتحتاج تاكل، فهتلاقي في الفندق ده اكل. شريحه تانية من الناس بيستنى ان هو ينزل في اي منطقه حره، لان في المناطق الحره انت ممكن تشتري الاجهزه او تشتري بقى موبايلات، اي اجهزه بتكون من غير ضرائب، لان الموبايلات هنا لو انت جاي اسعارها غاليه جدا، لان هم بيضيفوا عليها الضرائب، وكمان لان نيوزيلندا بعيده جدا وبيضيفوا عليها الشحن، فالموضوع بيبقى مكلف قوي لو بتشتري موبايل. فمن الافضل انك تستنى لحد وانت مسافر مثلا تنزل في دبي وتشتري الموبايل اللي انت عايزه. الحاجه الثالثه اللي انت محتاج تاخد بالك منها وانت بتحجز تذكره الطيران، انك ما تحجزش طيران بينزل في استراليا لو كان جوازك ما بيدخلكش استراليا. ليه بقى؟ لان اي ترانزيت في استراليا بيحتاج لفيزا ترانزيت، والفيزا دي عشان تقدم لها هي محتاجه تاخد وقتها، عشان تقدم على الفيزا دي كمان لازم تبقى اوريدي دفعت ثمن تذاكر، فانت يا دوب جبت فيزا نيوزيلندا بالعافيه، فكمان هتروح تقدم على فيزا ترانزيت في استراليا ويا عالم هيدوها لك ولا لا، ولو ما ادوهالكش هتعرف تلغي التذكره بتاعتك ولا لا. لو جوازك ما بيدخلكش استراليا وبتحتاج لفيزا ترانزيت فما تحجزش طيران بينزل ترانزيت في استراليا. فانت بتحجز هتلاقي ان كل الطيرانات اللي بتنزل ترانزيت في استراليا ممكن يكون سعرها ارخص $500 من اللي ما بتنزلش ترانزيت في استراليا، ولكن لو حسبتها لو انتوا 5 افراد وكلكم مسافرين وهتقدم على فيزا استراليا ما اعرفش، يعني هي ساعتها تبقى محتاجه تتحسب، فهل انت هتاخد الريسك ده عشان توفر الفلوس دي ولا لا؟ يعني ساعتها انت محتاج تفكر. احجز الكرسي بتاعك، اوعى تستخسر في ان انت تحجز الكرسي اللي هتقعد عليه 12 ساعة او 17 ساعة، اوعى ايا كان ثمنه. ولو قدرت تحجز كرسي جنب السواق فنصيحة مني خد الكرسي اللي جنب السواق، خد الكرسيين اللي جنب السواق، لان فكرة انك تقعد تقوم حد وخصوصا بقى لو حد كبير من الكرسي اللي جنبك عشان تروح تخش الحمام، ف الموضوع مش سهل، و12 ساعه او 17 ساعه فالموضوع صعب جدا. اخر مره وانا جاي قعدت في النص، كان على يميني واحده ست كبيره فمش قادر اخش الحمام، كل شويه مش قادر اقول لها انا عايز اروح الحمام، وعلى الناحيه الثانيه كان في راجل تعبان عمال يكح لحد ما نزلت من الطياره وانا تعبان. فحاول انك تختار افضل كرسي انت بتقعد فيه، ومن تجربتي افضل كرسي مش اللي جنب الشباك، لان اللي جنب الشباك ده هيبقى جميل قوي وانت طالع وانت نازل، بس لو انت طالع وانت نازل كنت بالليل فهيبقى ملوش لازمه. لكن الكرسي الاهم هو الكرسي اللي هيكون على الممر عشان بيخليك تقدر تدخل الحمام في الوقت اللي انت عايزه. خلاص حجزت تذكره الطيران ورايحين للمطار، حاول على قد ما تقدر ما تاكلش، لان الاكل هيدخلك الحمام، وحمامات الطيارات مش احسن حمامات تدخلها. ولان الموضوع زنق خلاص وعايز تخش الحمام، حاول تخش حمام الطياره في اول الرحله او في نص الرحله، ابعد خالص عن اخر الرحله، لان حمام الطياره في اخر الرحله بيقلب حمامات عامه.
لو معاك اطفال ما تعملش حسابك ان انت هتبقى متضايق في اي وقت من الاوقات او تحس بالاحراج، لان كل الناس معاها اطفال، العيال كلها بتعيط والعيال كلها مقرفين، وهم كده كده هيعيطوا وهيقرفوا الناس وهيقرفوك، فما تشغلش بالك وما تركزش قوي في الموضوع ده، لانك لو مش معاك عيال دلوقتي هيبقى معاك عيال في المستقبل، ولو مش معاك عيال في المستقبل فانت كان معاك عيال، فموضوع العيال ده شيله من دماغك. ولكن حاول تاخد لهم على قد ما تقدر الالعاب اللي هم بيحبوها، او بسكوت صغير، شويه اكل صغيرين، او حاجات اللي هم بيحبوها، بحيث انك تلهيهم فيها لحد ما الرحله تخلص. من الحاجات اللي ليها تاثير قوي جدا ده فتره التلوين، فالعيال بيتشغلوا فيها لساعات. وكمان هتلاقي شركات طيران بيدوك دفاتر تلوين وبيدوك الوان، وكل فتره بيعدوا بيدوا الاطفال الصغيره شويه شوكولاتات وشويه حاجات عشان يسكتوه. موضوع الاطفال في الرحلات الطويله دي ما تشغلش بالك بيه قوي وما تضايقش منه، بس تكون مجهز له. خد بالك انك كنت مسافر دايما تاخد معاك المحتوى الترفيهي او المحتوى اللي انت هتتشغل فيه خلال فتره الطيران، لان ايا كان طول الرحله كانت طويله او قصيره، فقد يكون المحتوى اللي هم بيعرضوه مش مناسب ليك، قد تكون انت محتاج حاجه معينه، قد تكون انت بتحب تقرا مش عايز تتفرج او تسمع. فاعمل حسابك دايما، خد على موبايلك او خد معاك اللابتوب او خد معاك الايباد بتاعك، وحط فيه المحتوى اللي انت عايز تتفرج عليه وانت مسافر، وما تعتمدش على نظام الترفيهي بتاع الطيران، لان مثلا في الرحله، نفس الرحله اللي انا كنت قاعد فيها جنب الاثنين اللي كان بزياده عليهم، المحتوى الترفيهي اصلا مش شغال. لما بدات اتخانق وبدات اتكلم جابوا لي حاجه كده زي تابلت من العصر الحجري وعليه محتوى برضو من العصر الحجري، فالموضوع كان صعب بالنسبه لي، لان في اليوم ده نسيت اخد معايا الايباد بتاعي. ومع الايباد كمان خد معاك السماعه، لان سماعات شركات طيران عاده بتكون سماعات رخيصه، لانهم الناس ممكن ياخدوها ما يرجعوهاش. فلو هنتكلم عن سماعه انت هتلبسها ل 12 او 17 ساعه، فلازم تكون سماعه مناسبه ليك وانت متعود عليها وبتحبها وبتريحك ومش بتوجع لك ودنك مع الوقت. النقطة الأخيرة واللي نسيت أقولها، إن كابل الشاحن شيء مهم جدا جدا جدا. فزي ما اتكلمنا عن إنك هيكون معاك المحتوى الترفيهي بتاعك على الموبايل أو على الأيباد، فأنت لازم تاخد كابل الشاحن المناسب للموبايل ده أو الأيباد ده. وعادة معظم الطيارات بيكون فيها مخرج USB بحيث إن أنت تشبك فيه كابل الشاحن وتشحن الموبايل. وممكن تاخد معاك باور بانك، بس الباور بانك اللي هتاخده لازم يكون مش كبير قوي، يعني ما يكونش أكبر من 10,000 ملي أمبير، لأن هم أوقات على الطيارات ما بيسمحوش بدخول الباور بانك. وكمان لازم تاخد معاك كابل الشاحن عشان ما تضطرش تشتريه بقى من المحلات اللي في المطار واللي بتكون اسعارها خالي. ده كان الفيديو بتاعنا لرحله الطيران والرحله نفسها. تعالوا بقى في الفيديو الجاي نتكلم اكتر عن الحاجات اللي المفروض تاخدها معاك في الشنط بتاعتك، والحاجات اللي المفروض تاخد بالك منها لما تنزل من الطياره. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. ولحد ما اشوفكم، لو انت على الفيسبوك اعمل لايك للفيديو، واطلع اعمل لايك للصفحه واعملها سي فيرست عشان دايما يجي لك كل جديد. لو انت على اليوتيوب انزل اعمل لايك للفيديو واعمل سبسكرايب في القناه، ولو عامل سبسكرايب شغل زرار الجرس عشان دايما يجي لك كل جديد. والسلام عليكم.